وثيق عزيز امين سوق الحبوب مدينه الدار البيضاء. بالنسبه لهذا الشهر المبارك ان شاء الله شهر شعبان اللي غيدخل رمضان ان شاء الله، بالنسبه للاثمنه اثمنه راه جد مناسبه الحمد لله الساعه. بالنسبه للاقبال شويه الاقبال شويه ضعيف، كنتمنوا هاد الربع ايام تكون واحد الاقبال. المهم بالنسبه للاقبال في الشباب راه ضعيف شويه بالنسبه للسوق، وهذا بالنسبه لليوم الحد خص يكون واحد الاقبال اللي هو كبير. المهم الامور شويه ضعيفه بالنسبه للحمص، راه كاين موجود الثمن ديالو رجع واحد شويه بالنسبه لانه موجود والاقبال ضعيف شويه، الثمن ديالو رجع تقريبا. بالنسبه للعدس كندا راه كاين موجود حتى هو، بالنسبه للعدس ديال البلاد شويه قليل. هذاك العام السنة الفارضة كان تقريبا شبه جفاف، كان ضعيف هو اصلا، الثمن ديالو كان غالي. بالنسبة لكندا دابا راه الحمد لله دابا راه مزيانة، تقريبا كانت وصلت حتى 14 درهم، دابا جملة كنهضر على الجملة دابا تقريبا 13 اونص جملة. بالنسبة للحمص كاين من 14 درهم 15 16 17 18 حتى 20 درهم، حاجة مليحة بالنسبة للجملة. بالنسبة للوبيع عرفات واحد الارتفاع مؤخرا، ولكن اللوبيا ما كيكونش على الاقبال في الشعبان تقريبا في رمضان، خاصة في رمضان. بالنسبة للفول عادي، بالنسبة للفولية عادية، والحمد لله الأمور مزيانة، السلعة راه موجودة، الخير موجود، ولكن الإقبال شوية اللي هو ضعيف، هذا هو أهم شيء. بالنسبة للثمنات وداك الشيء الزبائن راه ما عارفين، تقريبا جميع الناس كتصرم اللي ما كيجيش السوق عندنا، راه كتوصلوا السلعة عند الناس الباع المتزولون، فهمتي؟ كتصرح عنده وكيسمع، كيكون الانسان في السوق كيسول، كاين اللي كيدوزو في الازقه وهذا كيبيع ويشري، وكيكون الثمنات عبر الباق وداك الشيء، وكل شيء تقريبا ولا عارف الاثمنه. غير القدره الشرائيه عند الناس شويه ضعفت مؤخرا بهذا الغلاء ديال الاسعار في جميع الميدان، خاصه الخضروات اللي عارف واحد الغلاء شويه اللي شويه صعيب. الناس دابا القدره الشرائيه ولات ضعيفه عند الناس، الاقبال كيكون تا هو ضعيف بالنسبه لهذا الشهر خاصه. الناس دابا كتعود على القدر ديالها، دابا كاين اللي يخلي مسكين حتى الاخر ديال البدايه ديال الشهر وداك الشيء، يقدر يتقدى شي حاجه اللي بسيطه باش يقضي واحد الاسبوع او ثلاث ايام بحال هكا، ومن بعد ثاني يشري ان شاء الله. الخير هو كاين هذا العام، ونتمنوا مع الله ان تكون شي يكمل الله بخير. بالنسبه ل السنة بالنسبة للفلاحة تبارك الله، هاد السنة راه تبارك الله الخير، غادي يكون الخير بإذن الله. نتمنوا مع الله أن الأمور تمشي على ما يرام، نتمنوا شي شوية الأمطار ديال الخير إن شاء الله، نتمنوا مع الله ونطلبوا الله واللي بغى الله يأتينا بها، والحمد لله على كل حال. نتمنوا الله نتمنوا الخير مع الله سبحانه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.